اهلا ومرحبا بكم من جديد معكم متابعينا مشاهدينا. يوم امس انتهت مرحله الترشح للانتخابات وهي من اهم المراحل في العمليه الانتخابيه. بسعدنا في هذا الصباح يكون معنا معالي المهندس موسى المعيط رئيس مجلس مفوضي الهيئه المستقله للانتخاب. يسعد صباحك معاليك. صباح الخير. يسعد صباحك يا سيدي ويعطيكم الف عافيه. يعني جهد رائع مميز، متابعه وتواصل دائما مع الجميع. في البداية كيف ننظر الآن إلى الإجراءات من خلال هذه المرحلة ولما وصلت إليها أيضا هذه الإجراءات عبر المدة الزمنية؟ سيدي كان مدة الترشح 3 أيام، بدأت 31 وانتهت في نهاية الدوام 1/8، وأعتقد يعني من كل المشاهدات أنه تمت بسلاسة وانسياب والحمد لله ما كان في إشكاليات تقريبا بقدر أقول نهائيا، سواء في استقبال طلبات الدائرة العامة في مركز الهيئة اللي هي دائرة القوائم الحزبية أو في 18 دائرة في مختلف محافظات المملكة اللي هم 18، فالأمور مشت أنا بعتقد بانسياب، لم يكن هناك أي احتجاج أو أي يعني مشاكل نهائيا والحمد لله. فهذا يدل على أتوقع الهيئة تراكمت الخبرة عند زملائي في الهيئة ومنذ حوالي أكثر من 10 سنوات والانتخابات اللي أجروها والتعليمات والقانون والتعليمات الجديدة كمان اللي مستفيدين من الخبرة السابقة ومن التجارب السابقة، استطعت أن تعالج بعض الثغرات اللي كانت موجودة. فكان التوزيع والترتيب وكان انسيابي وكانت الأمور سهلة بحيث أنه يعني ما كان يستغرق وقت كثير، خاصة احنا نتكلم عن قوائم مثلا قائمة الحزبية فيها بعضها تصل ل 41 اسم يعني مرشح في نفس القائمه بالاضافه في شروط معينه، لكن اللجان قاموا بعملهم على احسن شكل وانا بشكرهم جميعا على الجهد اللي بذلوه سواء في عمان في الدائرة العامه او الدوائر المحليه كلها في مختلف انحاء المملكه. ممتاز، الله يقويهم ويعطيهم العافيه. يعني معليك يمكن عند انتهاء مرحله الترشح تم مثلا الحديث عن أرقام العدد المترشحين، عدد القوائم المحلية، عدد القوائم الحزبية. صحيح. فكان في هناك حديث، هل في تعليق أو من حضرتكم من خلال ما تابعتوه يعني كثير من التحليل أيضا في هذه المرحلة؟ عدد القوائم المحلية 174 قائمة وعدد القوائم الحزبية 25، لكن بدي أوضح يمكن للأخوان 25 يمثلوا 36 حزب، يعني هنا عدد الأحزاب المرخصة حاليا 38 حزب. يعني 36 حزب شاركوا وقدموا أوراقهم في أحزاب بشكل مباشر منفصل وفي تحالفات، في عندنا 5 تحالفات ضمت 16 حزب لأن القانون يسمح بالتحالف وباقي الأحزاب قدمت بشكل منفرد، فعمليا أغلبية ساحقة من الأحزاب قامت بتقديم قوائمها، فقط حزبان لم يقدموا قوائمهم لأسباب خاصة. ممتاز. فيهم عمليا. وعدد القوائم المحلية أيضا أنا في رأيي عدد جيد 174 في 18 دائرة. ولا ننسى هون أنه في قضية مهمة جدا الناس ما بتذكرها، أو أنه عدد المقاعد في الدوائر المحلية بسبب الدائرة العامة نزل 30% في كل أنحاء المملكة، يعني كل الدوائر نزل عددها 30%، بالإضافة العتبة نفسها، أنه وجود عتبة في الدوائر المحلية خلت المرشحين يحاولوا يتكتلوا مع بعض، ففي عدد كثير من المرشحين اللي كانوا ينزلوا في قوائم منفردة اللي شفت الأسماء تقدموا في 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 نفس القائمة، ترشحوا في عددهم يعني عدد لا بأس فيه في نفس القائمة، وهذا شيء إيجابي في النهاية لأنه بشجع العمل الجماعي. فأنا أعتقد يعني هذه قضية يعني السياسيين ممكن يحللوها، احنا كهيئة مرتاحين، احنا كهيئة استقبلنا الطلبات وأنا أعتقد العدد ممتاز، وإن شاء الله حاليا راح تبدأ فترة الترشح بعد فترة بعد أن يأخذ أن يقوم مجلس المفوضين بالموافقة النهائية بعد دراسة الطلبات، تبدأ فترة الترشح وفي النهاية بظل 10/9 الموعد الانتخاب اللي هو يعني عند أهلنا ومواطنينا في الأردن كلهم اللي راح ينتخبوا. صحيح. يعني اليوم عندما نتحدث ما بعد الترشح وفترة ومرحلة الدعاية الانتخابية، متى سنشاهد الدعاية الانتخابية؟ أنا يعني عمليا حسب الجدول الزمني 9/8 لأنه في وقت محدد أسبوع مع المجلس من أجل أنه يدرس الطلبات، إحنا راح نسرع في هذا الموضوع بحيث نعتقد من المفيد أن تبدأ الدعاية مبكرا وإن شاء الله بداية الأسبوع الحالي يعني الاثنين
لحد او يمكن ننتهي من دراسه كل الطلبات في حاجه انه الاثنين او ثلاثه يبدا يتم الاعلان يعني انه طبيعي الاعلان الطلبات يبلغوا في اذا في قوائم رفضت واذا في قوائم عليها اشكاليه وبعدها بيجي تبدا الدعايه الانتخابيه من حقهم انه يبداوا لكن في فتره طعون ثلاثة ايام في المحاكم طعون من نفس الله او ضد من الغير يعني من المواطنين في القوائم بعد ما تخلص فتره الطعون يبدا الإقراء يعني تنشر الجداول المرشحين هالمرة مش الناخبين بشكل نهائي بعد الانتهاء من الطعون في المحاكم. ممتاز. يعني اليوم عندما نتحدث عن الجهد مميز دائما بالإضافة لكل التفاصيل والتحضيرات والمدد الزمنية والعمليات والتدريب وكل هذا الجهد اللي عبر السنوات وزي ما حكيت في البداية معليك تراكمت الخبرة لدى الهيئة المستقلة للانتخاب نتابع الجهد أيضا بالتوعية بالتثقيف وأهمية هذا الجهد بهذا الاتجاه خصوصا اليوم عندما نتحدث عن قانون جديد نتحدث عن وما هو المطلوب أيضا حتى من الأحزاب هذا جهد جماعي. الهيئة قامت دور كبير في هذا المجال وتقوم مستمرة خاصة في توضيح القوانين أنتجت حوالي 47 فيديو منهم من نشر ومنهم هلا في راح ينشر على مراحل بالإضافة إلى اللقاءات عدد كبير من اللقاءات مع الشباب مع في المحافظات بالإضافة لبرامج واللقاءات التلفزيونية اللي شارك فيها سواء مفوضين أو شارك فيها زملائي من الفنيين المختصين في الهيئة ويمكن في التلفزيون أردن استضافه عدد كبير صحيح. منهم لشرح القضايا الفنية والإجراءات الانتخابية فهذه مهم يعني فالتوعية مهمة الكل مش فقط الهيئة الهيئة مهمتها الأساسية إدارة الانتخابات والإشراف عليها وإخراج انتخابات على أساس القانون ممتاز. تتمتع بالعدالة لكل تعطي عدالة لكل المرشحين لكل المواطنين تبقى هذه القضية والأهم من ذلك أنه حاليا الأحزاب هم المعنيين في هذه القضية في العالم كله الأحزاب اللي بتجيب الناس للانتخاب الأحزاب اللي بدها تقنع المواطنين في برامجها وبحيث أنه يأتوا إلى صناديق الاقتراع لانتخابهم فالدعاية الانتخابية والتحريض الإيجابي للأحزاب هو الأساس حاليا في الفترة القادمة اللي بقيت الانتخابات ومعانا أكثر من شهر فمشان هيك إحنا نسرع فترة الدعاية الانتخابية والدور والكرة في ملعب الأحزاب أن تجذب أكبر عدد من المواطنين لانتخابهم لهم مصلحة في ذلك أكثر من أي جهات أخرى بالإضافة أن دورنا راح يستمر في قضايا شرح القانون في فيديوهات خاصة حارسين والأهم كيف تقترع يعني عدة أشكال بحيث يكون في آلية عملية للاقتراع من يوم مدخل المواطن شو المطلوب يكون معه غير هويته مطلوب ومن ثم عملية الاقتراع بالضبط يعني عملية تكون راح تكون نشرحها في أشكال مختلفة صحيح. على سواء في التلفزيونات أو في وسائل التواصل الاجتماعي واللي هي بتوصل لعدد كبير من الناس ومن الشباب خاصة صحيح يعني كنا نتحدث عن الشباب والمرأة في من خلال هذا القانون هناك دور مهم ومساحة كبيرة وننتظر إن شاء الله وجوه شابة ونسبة أكبر من المجلس للمرأة ماذا نقول عن هذا الاهتمام يعني الكبير وما قدمته الهيئة يعني بتمنى أنه يكون في أكثر نسب المشاركة مرشحين في الدوائر المحلية نسب الإناث 20% صحيح في الدوائر العامة نسبة الإناث 27% أكبر وهذا إشي منيح يعني في بعض القوائم قدمت 30% و34% عدد من النساء وهذا إشي إيجابي يعني في اهتمام في هذا الشباب أقل خلينا نعترف للأسف اللي قدموهم في القوائم المحلية والهي نسبتهم أقل يعني وهذا يدعونا في المرة الثانية للتأكيد على دور الشباب وأنه يجب أن يكون لهم دور أكبر وأكبر وهذا دور الأحزاب إنها صحيح. إنها تستطيع أن تقنع أكثر من عدد من الشباب للمشاركة معهم ففي النهاية نتمنى أن يكون هناك عدد أكثر من الشباب في مجلس النواب القادم المرأة راح تمثل بشكل يعني أتوقع أكيد إيجابي بسبب زيادة عدد المقاعد لكن في أعداد أخرى يمكن نشوف نساء أكثر من الحد الأدنى اللي هو للمقاعد سواء 18 أو بسبب ترتيب القائمة صحيح. لكن في أعداد أكثر رشحت خاصة عند الأحزاب السياسية وهذا شيء إيجابي يسجل للأحزاب التي قدمت نساء بشكل أكثر صحيح أيضا معليك اليوم عندما نتحدث عن جهد رقابي على مستوى محلي مؤسسات محلية هيئات محلية دولية دعوة مؤسسات دولية في عدد كبير هذا انتخاباتنا يمكن 2020 ما كان في إمكانية بسبب الكوفيد الكورونا لكن هذه الانتخابات تميز أنه في عدد كبير مراقبين في وفد مبارح شرف التقى بداية يعني زي ما يسموه طليعة الوفد الاتحاد الأوروبي هناك في مئة هذا الوفد يضم 100 شخص
وبالأمس كان لقاء جزار الهيئة بوجود سفير الاتحاد الأوروبي والفريق الفني، ويعني هناك في لقاءات بيعملوها مع الفنيين، وهذا لقاء هذا العدد مهم جدا. هناك أيضا بعض كثير من المنظمات المختصة الأجنبية، ف وانت بتذكر قبل فتره بوريل المسؤول الشؤون الخارجيه في الاتحاد الاوروبي في لقاء مع معالي وزير الخارجيه اعلن صحيح. ان الاردن ان الاتحاد الاوروبي مهتم في مشاركه في هذه الانتخابات ومراقبتها، لان الاردن بلد مستقر، وهذا يدل على يمكن البلد العربي الذي الوحيد خلينا نحكي في المنطقه الذي ياتي اليه هذا العدد من المراقبين، وهناك اهتمام من مختلف الدول الكبرى، يعني من الولايات المتحدة الأمريكية، من أوروبا، من الجامعة العربية، من الدول العربية في بعض المنظمات الحقوقية والقانونية، بالإضافة للعدد اللي من يعني عندنا عدد أيضا لا بأس فيه بدون ذكر أسمائهم مشان ما يقولوا بنعمل دعاية للمنظمات المحلية اللي بتقوم بالرقابة، وأوريدي في بعض المنظمات بدأت تقدم تقاريرها حسب صحيح متابعة، فهذا إيش جابوه إذا دل على شيء فهو يدل على اهتمام العالم في الأردن، وهذا ما أكدوه أمس في اللقاء، اهتمام العالم في دور جلالة الملك أيضا وتأثيره في العالم، اهتمام أن الأردن يقوم بانتخابات هذه في ظل أوضاع يعني مش هادئة، أوضاع صعبة جدا. إحنا بنشوف شو اللي بيصير حوالينا، بنشوف كل العالم، والدول الأردن الدولة الوحيدة التي تقيم هذه الانتخابات وتقيمها بنفس المستوى ومش أحسن في زي الدول الأخرى اللي تتمتع به وهدوء واستقرار. الأردن هذه ميزة للأردن، وإذا بنشوف من قارن حوالينا شو بيصير صحيح. فالناس يعني صحيح. أكيد خاصة يمكن إحنا للأسف ما بنجلد أنفسنا، بنشوف الخارجي اللي من بيشوفوا هذه القضية وبيقدروها أكثر ما إحنا نقدرها، وهذه نعمة والحمد لله. أكيد معليك، يعني يمكن دائما في مثل هذه المراحل مثل هذه الفترات، ويمكن القانون حسب المدة الزمنية كما تحدث، هناك إجراءات قانونية، مدة الطعن، قبول الطعن، عدم قبول الطعن، وكل هذا من أجل أن تكون هناك شفافية، هناك جدول زمني، جدول زمنية. اليوم عندما نتحدث عن بعض الإشاعات اللي بتطلع، يمكن أنا حاب نوصل رسالة، يعني بقول لك فلان عم بيستغل المال الأسود أو المال السياسي، بعرف شو أنا مش أول شيء التعبير المال السياسي، خلينا نوضحها للناس. المال السياسي إذا مستعمل التعبير ممتاز. بس مش المال السياسي هذا مال يستعمل، يعني الأحزاب من حقها أن تستعمل المرشحين، خلينا نوضح الحملات الانتخابية، ما في ممكن صح. يصير أي ترويج بدون المال، فالمال صح. السياسي مقترن في قضية الحملات الانتخابية وفي إمكانية الأحزاب السياسية أو المرشحين في القوائم الأخرى أنهم يشاركوا في العملية الانتخابية، وخاصة في عملية الدعاية الانتخابية والحملات صح. الانتخابية. ومن حق الأحزاب مرة ثانية بأكد أنها أن تتلقى التبرعات في القانون، أن القانون يسمح للأحزاب في تلقي التبرعات، لكن ضمن شروط محلية، أن يكون من جهات محلية وليست خارجية، وفي بعض الشروط، وأن يكون هناك وأن تكون معلنة ومدرجة في واضحة في 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 سجلات الأحزاب. مشان هيك إحنا بعدين يعني وهذه والمبالغ ممكن تأخذ أي مبلغ، لأنه فقط الشرط الوحيد إذا كان المبلغ أكثر من 5,000 دينار فيجب أن يكون ضمن حوالة أو شيك مشان يكون معروف مصدره. تحت 5,000 دينار ممكن يخدمه كاش. فهي خلنا نتفق أنه من حق الأحزاب أن تأخذ تبرعات من أعضائها أو من غير أعضائها، هذا إشي واضح. ما فيش ولا إحنا بنشوف هسه الحملة الانتخابية في الولايات المتحدة الأمريكية لما صار تنحسب أنه والله نائبة الرئيس هاري أنها عندها فرصة لأنه زاد تبرعات اللي جمعتها في يوم واحد، مزبوط ولا لا؟ هيك أعلنوا. فعمليا المال هذا المال الأسود، أنا ضد استعمار المال الأسود. المال الأسود كنية مش منيحة، ليش أسود مش أبيض مثلا؟ أو يعني هذا يدل على، فأنا نحن الهيئة استعملت وسوف تستعمل كلمة هلأ في جرائم انتخابية وفي رشوة الانتخابية هذه هي رشوة برطيل، يعني أنت بتدفع لواحد مشان ينتخبك، فأنا أفضل استعمال الرشوة وليس المال الأسود بكرة، يعني مشان القضية يعني فيها هيك دلالات خلنا نقول غير 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 إيجابي. لكن يعني بدي أحكي عن هذه القضية، هناك حكي كثير، إحنا أنتوا شفتوا سمعتوا، إحنا منراقب وحولنا للمدعي العام عدد لا بأس فيه، يعني عدد حسب الحاجة، إحنا مناش نأخذ ريكورد والله حولنا 100 ولا حولنا، في عدد من الشكاوى كبيرة اللي ردينا عليها وتحول المدعي، وفي ناس تحول المحكمة، وفي ناس حكموا 6 أشهر حكموا يعني على أساس قانون الانتخاب والجرائم الانتخابية، وإحنا لأول مرة وضعنا في كل لجنة بالتعامل مع وزارة العدل بحث قانوني
صحيح. من المختصين بحيث في كل لجنة ومشان يكيف القضية وحققها بشكل صحيح. صحيح عندنا في الزملاء في الهيئة تدربوا بعض في لجنة شكاوي عند في التعاون مع مجلس القضاء، لكن هذا ما يعني لا ما بيقدر يكونوا بنفس الخبرة والتجربة اللي بيكون شخص مختص. بالإضافة أن المجلس القضائي وهذه مهمة وضع مستفيدا من تجربة القضاء على إطلاق النار في المناسبات مدعي عام مختص في كل في الشمال في مدعي عام مختص، في الجنوب في مدعي عام واحد مختص، وفي الوسط اثنين، بحيث يكونوا مختصين فقط في القضايا الجرائم الانتخابية. كل القضايا تروح بعد التحقيق فيها أو التحقق منها تذهب إليهم، وهم بيأخذوا بحولوا المحكمة، والمحكمة طبيعي القضاء في النهاية بيأخذ القرار. لكن أنا بدي أقول شغلة، في مبالغة في هذه القضية للأسف، ومعظم الأردنيين ما بيبيعوا أصواتهم. والدلالة على ذلك أنه إحنا كل مرة كان يطلع خبر عن الهيئة أنها حولت على المدعي العام، كان يكون في السوشيال ميديا ترند تصير والناس تأيد، يعني تأيد هذا القرار. فمعناته هذا بدل انه لا، في اغلبيه الناس ضد هذا. صحيح. هذه الطريقه. هلا في ناس ممكن ياخذوا في يعني احنا يعني، لكن هذا لا يعني احنا نحط الطابع الاغلى عليه، لا مش صحيح. وزي ما قلت لك لما طب. كل مره بنراقب وبنحسب لما يطلع خبر شو رده فعل السوشيال ميديا، الناس في السوشيال ميديا اللي هم الاغلبيه بكونوا مبسوطين وبيأيدوا هذا التوجه، بتصبح قضيه مهمه ترند بالنسبه لهم. شو بقدم نصيحه ايضا لمن يتعرض لمثل هذا الموقف، او مثلا ارجو انه يتقدم مباشره للجنه الموجوده او للهيئه بشكوى، وزي ما عملوا بعض الإخوان بشكاوي واضحة. وطبيعي إحنا ما بنحكم فيها، في النهاية بنشوف الشكوى إذا معقولة وفي أدلة بنحولها للباحث القانوني بدرسها، ومن ثم تحول للقضاء. إحنا ما يعني مشان نعرف مش إحنا بنأخذ القضاء. صحيح. فيها، وهذا إشي طبيعي. القضاء هو الحكم في النهاية. صحيح. هو الفيصل بين بأي قضايا، يجب أن يكون القانون والقضاء هو الفيصل. أكيد. يعني إحنا يوم أمس انتهت مرحلة الترشح، 10/9 إن شاء الله القادم الانتخابات راح تكون، في هناك الدعاية الانتخابية، هناك مدة قانونية وزمنية وتتحدث عنها دائما الهيئة المستقلة. أولا بأول الرسالة اليوم لكل المتابعين، لكل يعني أنا بقول حكيت قبل، أنا بقول هذا المشروع للشباب، يجب أن يذهبوا لأنه مستقبلهم. هذا مشروع التحديث السياسي زي ما قلت ولا رجع فيه، وهو يتطور. وزي ما قلنا احنا بدنا برلمان يكون اساسه العمل برامج الاحزاب السياسيه، المره هي 30%، المره الجايه 50%. هذه الانتخابات هي البدايه، ومش راح تكون 100% مشاركه الاحزاب، يعني زي المختبر. احنا ما بنحكي عن مختبر، بنحكي معنا عن 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 تفاعل مع الناس. فهذه البدايه، لكن بغض النظر شو بصير فيها، اذا في سلبيات تعالج، وهذه البدايه مهم بدانا، وانا بعتقد البدايه ايجابيه. خلال سنه من بعد الانتهاء من تسجيل الاحزاب وتصويبها، الاحزاب تبدا حمله انتخابيه، مش بسهوله انها تعد نفسها. راح يصير فيها اخطاء يا اخوان، احنا مش يعني الناس بتتوقع انه الاحزاب بس احنا مره واحده ولا هي خاتم العلم، مش صحيح. لكن هذه البداية هي بداية جيدة، مع 4 سنين بعدين الأحزاب وإحنا راح نشوف إنها راح تنضج، وفي أحزاب راح تستمر وتصير أقوى، في يمكن بعض الأحزاب تنتهي، والنتائج الانتخابات هي اللي بتحكم هيك. فأنا بحكي للشباب هذا البرنامج ما تخلوا حدا، يعني زي ما لا تدعوا أحد يحبطكم ولا يسرق منكم هذا المشروع. هذا مشروعكم مش مشروعي انا، لانه يعني العمر والهذا، بس انتم المستقبل لكم، المستقبل لكم، مستقبل للشباب. فلا تخلوا حدا يسرقوا منكم. صحيح. ولا تخلوا حدا يحبطكم بغض النظر من اللي بتسمعوه. أكيد. في اخطاء، انت ما في شيء مثالي في العالم، احنا بشر، والحياه الحزبيه والسياسيه تتعامل مع بشر معانا، فإشي طبيعي بدها تتفاعل وتتطور إن شاء الله. ويكون في بعض الأخطاء كشباب ومرأة ونشامة نشميات أردنيين وأردنيات، دائما عن ثقة جلالة الملك بخدمة بلدنا وخدمة الأردن والأردنيين، وبإذن الله القادم أفضل دائما، وتستمر المسيرة بهمة ونفس الجميع. معليك كل الشكر. العفو سيدي. ألف عافية. وأكيد مشكورين من الجميع، ولكل الجهد العظيم المبذول من الهيئة المستقلة للانتخاب وكل المؤسسات والجهات اللي دائما احنا بنشكر جميع الجهات الداعمة، شركاء في كل كمان ما بننسى اللجان اللي بتقدم بتشتغل. احنا بنشكر شركائنا من الأمن العام المهم جدا، يعني ودوائر دائرة الأحوال المدنية
اللي قدمت الجهد لأن الكبير لأنه هي جداول الناخبين وكل الوزارات اللي قدموا لنا متطوعين، فإحنا بنشكرهم كل الجهات الرسمية بنشكرها على المساعدة، لأنه هذا المشروع وهذا العمل الاستحقاق الدستوري هو استحقاق وطني لجميع الناس وليس للهيئة المستقلة للانتخاب وحدها. أكيد إحنا دائما معكم من خلال شاشة الوطن الأولى، شاشة التلفزيون الأردني أولا. شكرا للتلفزيون الأردني كمان كل المحل دائما ولكل زملائنا الإعلاميين الله يعطيهم العافية، جهد عظيم وكل هذا لمصلحة بلدنا ووطننا وللمصلحة العامة إن شاء الله. بشكرك يا سيدي، بشكر كل الإعلام اللي بيساعدنا.